بالله عليك، حاولتي شي مره في حياتك انك تكون شي شخص واحد اخر؟ او بمعنى اصح، فايت لك درتي كاع المجهودات ديالك باش انك تشبه لشي حاجه اللي هي ماشي ديالك، او فقط باش انك ترضي المجتمع بداكشي اللي بغا هو فيك. حلقتنا الليله غادي تكون عبره لبزاف ديال الاشخاص اللي غاديين في نفس الطريق، اللي ما راضيينش على ريوسهم، اللي باغيين يشبهوا الاشخاص واحد اخرين، اللي ما قادرينش يخرجوا الحقيقه اللي عندهم لداخل. حكايتنا الليلة 100% تحفيزية وبنهاية إيجابية. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي اللي كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، واموركم هانية، احوالكم طيبة، كل شيء يكون على خير. وهاي رجعت لكم مونيسة ديالكم في الكوزينة، اللي في الكوزينة بغيت نقول لها اذا اختاريتيني باش نونسك انا جيت باش نونسك، وجبت لك قصة يا سلام. واللي شد شي طريق ولا واخد شي استراحة ولا خدام شي مهنة واحدة اخرى، كنقول لكم اعانكم الله والله يجيب لكم الخير. فخي ما نتطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. انا كوثر، حليت عيني وسط عائله اللي الشكل الجسدي ديال المراه هو المعيار باش كتقدر واش زوينه ولا خايبه، والمعيار باش انه يبغيك راجل. المراه كتقيم بجمال الذات ديالها، وباش ما كانت هي عامره ووافيه كتكون كتعطي العين وكتجذب الجنس الاخر اللي عندها. انا كبرت وسط هذا العالم، كل نهار كنسمعو حتى ترسخ ليا في دماغي. كنت انا الوحيده تقريبا اللي كانت الهيئه ديالي وسط عائلتي اللي كانت ضعيفه بزاف وقليوله ولكن طويله. كنت العكس تماما تاع باقي افراد العائله. تعليقات ديال الناس كان ديما كنسمع فيهم وافلانه بنتك زوينه ولكن خاصها تغلاض، او اللي يتلاقى معايا تيقول لي مالك غير كطوالي وما كتغلاضيش. طبعا هادشي كان تاثر عليا لداخل، حتى من ماما تربات وسط هذا الوسط نتاع المراه خاصها تغلاض باش تكون زوينه وباش تعجب الراجل الى ما اخره. فحتى هي بالنسبه ليها كانت بغاتني باش نكون بحال دوك البنات وداك الشكل اللي هي كتشوفو زوين. وهادشي غادي ينتج عليه انها تبدا تعطيني بزاف ديال العشوب مع شي دوايات ديال الحساسيه اللي كانت كتجيبهم ليا من الفارماسي، مع انواع من فواتح الشهيه. ما خلات ما قدات ليا وما دارت ليا، ولكن ما كنتش كنتزاد ولو غرام. انا بهذا الضغط ديال ماما كنت كنمرض نفسيا، لانه ما كنتش راضيه على هذا الشيء، واي حاجه عطاتها ليا كنت نشربها وانا كنكون حزينه حتى تعودت عليه. ولات كتعطي ليا وكنشربو وكنسكت. غادي توصل ماما لواحد المرحله انها تولي تقارني مع البنات. تنكونوا جالسين وكتبقى كتقول ليا لاليتك تبارك الله قدك في العمر، ولكن عاطيه العين تشوفيهم تقولي راه والدين. كنت تعايرني وكتقول ليا يا سفود، وهاد الكلمة بوحدها باش نتجاوزها كان خاصني بزاف ديال الوقت. المشكل انه المعيور ما كانش من البراني، ولكن كان من امك اللي كانت كتقارني ببنات بلي انا ماشي بحالهم، ورغم اني كنت بخير في صحتي وما خاصني حتى خير. وانا وسط الدوامة كانت يبان ليا بلي انه عندها الصح، ودماغي تبرمج على انه الجمال هو تكوني بحال هكاك وخاصك تكوني هكاك. هادشي كان مأثر عليا لدرجة انه وصل بيا انني نكره امي بزاف، وبقوة الضغط والمقارنات والمعيور، وطبعا بالعقلية ديال ديك الوقت كنت نقول بلي راه ما كتحملنيش وكتكرهني. وجداتي كانت هي الصدر الحنين ديالي، حيت كنت كندوز معها اغلبيه من وقتي، هي اللي كتحضني وكنت كنعاود لها كلشي وكانت كتفوج عليا. تخيلوا فاش كنمشي لعندها كانت واخا هكاك ماما كترخم عليا باش انني نشرب داكشي اللي كتصيفط ليا، ولكن كانت يعطي نتيجه. كنت نغلط حيت كنت مرتاحه عند جده وكانت كتسمعني غير الكلام اللي هو زوين. وسط الدوامه نتاع الكلام ديال ماما اللي كان كله سلبي من جهتي ومن ناحيه المظهر ديالي، فاش تزاديت عند جدتي في الوزن عيطت لي ماما باش نرجع واخا كان بزز مني. مشيت ومن بعد اسبوع تلاقينا بخالتي، غير هما شافوني ما كيضعفيتي عاوتاني، قالوا لماما غير انت كدعي عند امي كتغلط كتجيبها لعندك كتضعف. وهنا كانت بحال شي هضره كنت بغيت نقولها لماما، واخا ماشي بهذه الطريقه، ولكن المهم راه تقالت. انا خاصني شويه ديال الراحه، وخصوصا الراحه النفسيه، وتحس بيا وتعطف عليا وما تقارنيش مع الناس، وغادي يكون كل شيء مزيان. وعشتي ما تقبلاتنيش وما بغاتنيش كيفانا، فما غاديش نقدر نوصل داكشي اللي هي بغات. كرهتها واحد الكره اللي هو شديد لا يوصف، وما كنتش كنحمل انني نبقى معاها. بابا ما كانش يدوي في هاد المواضيع، واخا كان تيشوف القساوه ديالها عليا كان تيقول عادي، ورغم انه انسان طيب. وطبعا التعليقات نتاع المدرسه والاساتذه حتى هما كانوا في جهه واحده اخرى. بقى كان عقل واحد الاستاذ كان تيدور علينا وحنا كنا كنقادو التمارين، هو يشوف ليا في يديا وبدا تيعبرها ليا ويقول ليا دابا غير قولي ليا بنتي واش والديك فاش تيبغيو ياكلوا واش كيسدوا عليك. كلشي بدا تيضحك، وبطبيعه الحال ضحكت حتى انا، ولكن خاطري ضرني. اصلا امك مولفه كتسمعك بحال هاد الكلام، اش بقى من البراني؟ وهادشي
خلى لي اثر خايب لداخل. غادي نخرج من المدرسه في السبعة بسبب نوعا ما هذا التنمر، وكانت عندي فكره نتاع انني بغيت نتزوج حيتاش كبرت وسط واحد العائله اللي من الصغير ديالها للكبير ديالها الثقافه ديالهم والقاعده ديالهم انك مهما قريتي المصير ديالك في الاخر هو الكوزينه والكسرونات والمعالق والكيسان. فبقيت في الدار وكنت ناكل العصا، علاش كنا ما جمعتهاش مثلا مزيان، لكن هذا الامر ما خلف فيا حتى شي حاجه سلبيه داخليا، كان تيجيني هذا الشيء عادي، ولكن تاثرت بكل ما يتعلق بالجسد ديالي وكيفاش خاصني نكون وكيفاش خاص المجتمع يرضى عليا وحتى ماما ترضى عليا. المهم بقيت بحال هكا حتى جا واحد النهار اللي تظلمت فيه بزاف وتضربت بزاف منها، وقالت عليا هضره خايبه اللي جرحتني بها. تمنيت نتضرب وما نتعايرش بشي حاجه اللي ما يمكنش انا نتحكم فيها. صبرت لواحد الدرجه اللي ما يمكنش، وجلست كندعي مولانا يا ربي نتزوج، راني عييت من البكاء بالليل وبالنهار، وحتى حد ما حامل الشكل ديالي. دازت تقريبا شي شهرين وجا واحد الناس اللي بغى يتزوجني اللي كان من عائلتنا واللي كان ريحه الشحمه في الشاقور. امه هي اللي كان شافتني وبغاتني، واخا كنت صغيره والديا كانوا رافضين حيت كانت عندي انا ذاك 16 سنه في عمري، فقلت لهم لا انا هذاك بغيت نتزوج به. تزوجت وكان نوعا ما هو داك الانسان اللي غادي يبدل لي المنظور ديال بزاف ديال الامور في حياتي. في الفتره نتاع الخطوبه شربتني ماما واحد الفنيد ما يسمى به دردك مع شي عشوب وبزاف نتاع التقاوت، وانا نغلط فجا هو لمدينتنا مع خدام في مدينه واحده اخرى، لقاني تزاديت وتنفخت ضاف ماما وقال لي نهار شفت كوثر عجبتني بحال هكا كانت ضعيفه وانا بغيتها كيف ما شفتها. فعلا ماما حبسات لي داكشي كله ورجعت للطبيعه ديالي والجسم ديالي عادي حيت كنت غير كنتنفخ. فبقينا مستمرين وتزوجت مع هذا السيد وعشت معاه بخير، ولكن وسط هذا الشيء كله ماما كانت كتقول لي خاصك تغلطي. وماما هو انا عجبه بحال هكا راه ما تيحملش الغلط، سيري راه غير تيكذب عليك وتيقول لك هكاك باش ما يشوف فيك حتى شي وحده، راه غير غادي يبدا كيخرج يبقى كيشوف وحده اخرى غليظه، وسيري شوفي شنو ديري. ها انت شوفي نقول لك، وقت ما كنتي جايه لعندي شري سيرو ديال الشهيه وشربيه، واخا غير بتخبيه على راجلك اللي يقولوا الناس راه مكرفص عليك ووليتي حالتك. المهم انا خاصني باي طريقه كانت نرضي المجتمع. انا وليت محسوسه فين ما خرجت معاه، راه شاف هذيك، هذيك راه خليضه عجباتو. علاش؟ حيتاش ماما عمرت لي راسي بهذا الكلام. فبقات مستمره معايا ديك العقده، ولكن عمرني ما تجرأت انني نبوح ليه بها ولا نقولها ليه اولا نواجهه بها. هو ديما كان تيبين ليا بلي انني كنت عاجبه كيف ما انا، وانا كنت نحاول ما امكن ما ندخلش هاد الهضره لدماغي، لكن مره كنت نقول واه الا مشيت للدار وكنت خليضه كيفاش غادي يشوفوني. فبدا كيتكون عندي بشويه واحد الهوس، وبديت مره كناخذ شي حاجه من ديك الدوايات. غير هو كندير شي مجهود جسدي كنفقد كاع داكشي اللي زدت، وكندخل حتى في الوزن ديالي اللي كان في 50 او لا اقل. المهم استمرت العلاقه مع راجلي وكل شيء بخير ومزيان مع النفسيه ديالي اللي كانت مزعزعه، وغادي نحمل وغادي نولد وغادي نضعف بزاف من قبل. فمشيت عند والديا نشوفهم، وفاش بغيت نخرج انا وراجلي نتساراو هزينا الموتور تاع بابا، مشينا فيه درنا، وفي الرجوع كاين واحد العتبه غادي نطلعوها بسهوله. دخلنا للدار بدا راجلي تيقول لبابا ها فين مشينا شنو درنا، وانا كنت في واحد البيت. وين طق بابا كيفاش درتي حتى طلعتي من ديك الطلعه؟ قال لي لا راه عادي سهله، راه كانت كوثر من مورايا وطلعت بها. نطق بابا وهو يقول ايوا سعداتك بعدا انت عندك وزن الريشه، اما انا وقت ما بغيت نطلع خاصني حتى وكننزل فلانه اللي هي ماما باش نقدر نطلع الموتور. انا فاش كنت في داك البيت كنسمع بطبيعه الحال جاتني هيستيريا ديال البكا، وحزنت علاش بابا يقول بحال هكا وقدام راجلي. فما رضيتش، ما رضيتش لانه كنت انا اصلا محسوسه من هذا الموضوع، واصلا كنقول بلي انه راجلي كيشوفني ناقصه حيتاش انا في واحد الوزن اللي ماشي هو هذاك، ولكن غادي يجاوبوا راجلي ودافع عليا، وهذا الشيء خلاني نتمالك راسي. طبيعه الحال مسحت دموعي ودرت شويه ديال الماكياج باش ما نبانش شنو واقع، وخرجت لعندهم تنضحك. تعشينا كلشي دخل ينعس، جا عندي راجلي وقال لي كوثر راه شنو قال باك وشنو جاوبته؟ ولكن الصراحه بيني وبينك راه فاش ولتي راه ضعفيتي بزاف، راه خاصك تغلاضي شي شويه. هنا وصلت لديك النقطه اللي بغات تفيض الكاس. يا ربي واش حتى داك شويه ديال الامل الزوين اللي كان عندي غادي تطفيه ليا؟ علاش ما تقبلنيش كيف ما انا؟ علاش قال لي هاد الهضره وعارف الموقف والعقده ديالي من هاد الشيء؟ تجرحت داخليا من هاد اللحظه. فهنا بديت كنفكر باش انني نغلط وباي طريقه او لا وسيله ايا كانت. المهم رجعت في حالي، جا الصيف جات عندي حماتي وقالت لي وضعفيتي بزاف وكذا، بقات كتلاحظ
ديك الساعة كنت كندوي مع واحد جارتي اللي كانت وراتني تصور نتاع شي بنات من عائلتها كيفاش كانوا ضعاف وكيفاش غلاضوا. قلت ليها والو قولي لي شنو وقع، غادي تعطيني شي دواء نتاع الحساسيه اللي مجهد. مشيت شريته وشربته بلا ما نفكر في العواقب، بلا ما غادي نفكر شنو يقدر يوقع ليا من هادشي كامل، وبديت كنغلط. المهم هي النتيجه. فحمتي هي واحد الانسانه اللي الله يعمرها دار وانسانه مزيانه وحتى هي راه من العائله، ولكن انا غادي نهضر معاكم بالوعي اللي هو قديم. كانت قالت لي شوفي دابا عاد وليتي كتشبهي البنادم. واحد من ولادها كان باقي صغير كان جالس قال لها على مالها من قبل كانت كتشبه الحيوان. زدنا صنضحكو وسرتها باش ندوزو الساعه بخير. بديت كنغلاض والناس واه زيانيتي كيف درتي ليها، جا معاك الغلط، مشيت عند والديا كل شيء جا معاك الغلط، جا معاك الغلط. وانا فرحانه ظاهريا لكن بيني وبين راسي ما مرتاحاش، لانه كناخذ دواء خطير وغير غادي نقطعو غادي نعاود نضعف. وهنا قررت باش انني نقطعو. ضعفت كيف كنت وما تقبلتش واكتئبت وبديت كنشرب دوايات عاديين على الله ينفعوا بعدا غير شي شويه، ولكن والو. حتى وصلت لدرجات كنت تركل في الارض وكنقول علاش انا من دون الناس ما غلطاش، علاش كل شيء زوين وانا ما زويناش، علاش انا ماشي بحال الناس. غادي يجي واحد النهار اللي غادي نرجع نشربو، وللاسف هنا غادي تمزق ليا جلدي كامل وغادي يكون مشى الحال باش انني ندم. وطبعا هنا غادي نكون محطوطه ما بين نارين، الحميل اللي كان زوين وبيض ونقي خسر وتمزق، فالهوس اللي جاني خلاني انني نشرب داك الدواء وما قطعتوش وبقيت عليه باستمرار حتى كلشي ولا تيقول لي غليظه. ولكن لما كنت نشوف راسي في المرايا كان كيجيني الجسم ديالي باقا ضعيفه، فبقيت كنشرب كميات اكبر. وصراحه ملي ما قتلنيش وما دارش ليا شي مرض رحمت الله وشكرته، لكن هذا الامر ما كنتش واعيه به انا داك في ديك الوقيته. كنت واعيه غير بلي انه الحمي خسر وما بقاش وقت فين انني نتراجع وخاصني نحافظ على هذا الوزن، حيتاش اذا ضعفت غادي نولي حالتي. وصلت لمرحله انه كل شيء بدا كيعايرني، راك غلاضيتي راك غلاضيتي. والمشكل انه كاع دوك اللي كانوا كيقولوا لي ضعيفه وخاصك تغلاضي ولاو كيقولوا لي ما جاش معاك الغلط، وليتي خايبه. الكورتيزون ارتفع ليا في الدم ودار ليا الاعصاب وكثر ليا الشعر في الجسد ديالي بسبب داكشي اللي كنت كنشرب، وتنفخ ليا وجهي لواحد الدرجه كبيره حيت كنت نقول والو خاصني نبقى محافظه على هذا الوزن. دخلت في اكتئاب وضربت راسي مع الارض وكنت كنغوت وكنتكركب. واش من الحاله النفسيه اللي وصلت ليها او لما الكورتيزون اللي ترفع ليا في الدم وليت كنتخبط غير بوحدي، ما انا نقدر نرجع للور ولا نقدر نرجع للقدام. اذا نقصت جلدي ضاع وكله اللي حالته، وجهي مع النفوخيه غادي يتلاشى كله، واذا بقيت غدا في النفيخ فما يمكنش نبقى محافظه على نفس الوزن. كانت كتبان ليا مشكله كبيره وعويصه، غير انا تنهز التليفون ونبقى نقلب فيه للاسف كان كيزيد كياكد لي هذه الافكار. وهذا كان من اكبر الاغلاط اللي كنت نرتكب، ما كاين غير اللي تيأزمك. ما بقيتش قادره نجلس في الدار بوحدي بحكم انه راجلي حتى هو كان خدام ومزير، فكنت تنلومه انت ما كتبقاش معايا وما عندكش ليا وقت وانا كندوز من الموت وانت ما كتشوفش هادشي. مشيت لعند دارنا جلست واحد 3 ايام اللي الليلات كلهم كنحلم غير بالعواقب اللي تنخاف منهم، ونفيق ونبقى كنغوت تجي ماما كتوقف عليا واه بنتي داكشي راه غادي يخرج عليك ما تبقايش ديريه واه بنتي، ولكن اللي عطى الله عطاه. من قبل قولي هاد الهضره، من قبل نصحيني، اما دابا راه صافي تنوض كيبداو كيصبروني وانا كنبقى غير كنغوت وكنبكي. وما يقترحوا عليا اننا نمشيو نتجمعوا مع العائله في البلاد، وانا وسط اكتئاب غنمشي عند العائله اللي هما الاولين في انتقادات السلبية ومتنمرين. مشيت ولقيت كل شيء تيشوف فيا، ويلي اش هاد الحاله دارت هادي فراسها، حتى حد ما لام راسو ولا قال مع نفسه انا ولا حنا السبب في هاد البنت حتى ولات بحال هكا. كانت ما بيناتهم واحد النسبه اللي كانت قليله اللي كانوا كيصبروني، الحمد لله ما وقع ليك والو، راه كاين اللي طرطق ليه القلب وكاين اللي وقع ليه هادي وهادي، وها حتى حنا الحمد لله راه مزك وراه عادي. ولكن ما كنتش قادره نصبر، تعصبت وبديت كنغوت. وهي تنقز وحده من خالتي قالت لي منين عرفتي راسك في هاد الحاله وهاد الشوعه ما تجيش لعندنا وبقاي حتى تقادي. تحطمت وجاتني الفكره انني نخلي لهم بنتي ونهرب. قنطت ورجعت في حالي، حبست داكشي، بديت كنضعف حتى وصلت للحجم اللي بغيت، وبديت كناخذ واحد الدواء اخر اللي هو شي شويه اقل ضررا من الكورتيزون. وكاع داكشي اللي خفتو منه انه يوقع لي في الجسم ديالي ما وقعش. وهنا كانت اول حاجه تعتقت منها اللي كنت ساجنه راسي فيها هي داك الخوف اللي دخلني في اكتئاب. 6 سنين وانا كنحاول انني نتصالح مع ذاتي لكن والو، ما كندير حتى شي مجهود بدني لانني كنت كنحرق بسرعه وكنطيح داكشي اللي تنكسب من الكيلوات، لدرجه واحد النهار وصلت للانتحار وهرست مرايه وهزيت منها طرف
وحاولت انني نضرب راسي. كانت ضربه خفيفه، خفت وانا نحبس. المهم اختصار بزاف ديال الاحداث، غادي نبدا كنبرا من الاكتئاب شويه بشويه. وهنا بديت كنتفرج في فيديوهات للتنميه الذاتيه، وبديت كنستافد وكنعرف، وبديت نوعا ما كنغسل دماغي بالمعاونه ديال راسي. كوثر، غلطتي ما عجبتيش الناس، ضعافتي ما عجبتيهمش، قريتي وبينتي لهم بلي انا كي مثقفه ما قالوا عليك الا متفلسفه، يعني القيمه ديالك ماشي في هادشي كله. يا اما تغيري راسك وتشوفي القيمه ديالك الحقيقيه، يا اما غادي تبقاي في اكتئاب طول عمرك. فبديت كندير مراجعه لحياتي، وبديت كنفكر خاصني نتقبل راسي كيف ما انا ونقلب على القيمه الحقيقيه ديالي. فبديت كنبدل في راسي، وبديت كنفيق، وقلت ما غاديش نتعطل. توضيت، صليت، استغفرت الله وسامحت راسي على كاع داكشي اللي داز، على الدوايات اللي اديت بهم راسي، على الكلام اللي تصنت من عند الناس، وعلى كل شيء. طلبت من الله يسمح لي، حيت يا ربي ما راكش خلقتيني باش نكون زوينه في نظر الناس وباش يرضاو عليا، باش نرتقي ليك بالروح ديالي. سمح لي حيتاش ما فهمتش هادشي ومشيت في هذا الخط العوج. سمحت راسي من قلبي على كاع داكشي اللي داز، وعرفت باللي انه الجوهر نتاع كل واحد فينا هو القلب اللي خصو يتنقى ويتصفى، وان حب الذات الحقيقي كيتمركز في اصلاح الذات وتنظيف القلب من كل ما هو خيب. وكل ما كننظفوا القلوب ديالنا، كل ما كيعلى النور الداخلي والسلام الداخلي ديالهم، وغادي نوليو نحبوا ريوسنا حتى في الاكفس الحالات ديالنا، لان الذات من الداخل نقيه، وهادشي غادي يعطينا واحد الطمانينه لا مع الدوات ديالنا ولا حتى مع الناس. تقبلت راسي وحبيت راسي وبديت صفحه جديده. من بعد هاد الرحله هادي كامله اللي ما نبغيت حتى شي وحده تخوض هاد التجربه في اي حاجه، سواء في شكلك او لونك او لجنسك او اي حاجه او لجنسيه ديالك، ما نبغيكش تاخذي هاد التجربه، لان صدقيني شكلك الخارجي ماشي هو المعيار ديال واش غادي يبغوك الناس ولا انت واش غادي تبغي راسك. كاين الناس الا كنتي انت بيضه كاين الناس اللي كتعجبهم السمريه ما غاديش تعجبهم، ولا كنتي انت سمراء الناس اللي كتعجبهم البيوضيه ما غاديش تعجبهم. يعني الا تبعتي الناس غادي تكوني في واحد التشتت كبير. تحري من ان الجمال كيعني كذا وكذا وكذا وكذا، حيت كله في الاخر وهم، كله في الاخر غادي يديك الامراض النفسيه وعقد، وفي نفس الوقت غادي يديك اللي هو اخطر حاجه انا تنعتبرها، اللي هي ان قلبك غادي تلوث بالحقد، غتولي تغيري من بنات، غادي تولي تحقدي على الناس اللي عايروك واحد النهار، غادي تقدري تحقدي حتى على راسك، او تقدري توصل بك لدرجه انك تحقدي وتكرهي كيفاش انت تخلقتي وكيفاش خلقك الله، تعاكسي مع قدر الله تعالى. ما تحتش راسك في الدوامه، لان كلها مشاكل وكلها عقد وكلها امراض، وغادي تخرج عليك وغادي ديك التهلكه اللي تولي ما تشوفيش الحقيقه نهائيا، وهادشي كله عباره عن وهم لوحيه. الحقيقه اللي كاينه هو قلبك، قلبك هو الجوهر الانثوي اللي عطانا سيدي ربي، نطفي من كل حقد، من كل غل، من كل حاجه خايبه، وفي نفس الوقت غادي يبان النور على وجهك. هذه رساله مني ليك، رساله من قلبي، من تجربه. كل ما نظفتي الداخل ديالك وكل ما حسنتي، ماشي تحسني المظهر الخارجي ديالك ولا عيبه في ذلك، ولكن ركزي على انك تحسني الجوهر الداخلي ديالك اللي هو قلبك. هذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكايه كوثر. اول خطره كندوز شي موضوع بحال هذا في القناه، ولقيت بلي انه يستحق المشاركه، لانه ربما شي وحده منا تكون كتفرج في هذا الفيديو ويكون عندها هذا المشكل، ويخليها هذه الحكايه انها تفيق. الامور اللي كانت كدير كوثر انها كتعطى الدوايات اللي هما خطيرين، ربي يحفظها وصافي، لانه بامكانها في اي لحظه ربي ياخذ الروح ديالها، لانه كان داكشي خطير بزاف. الدوايات اللي كانت تقول ليا كانوا خطيرين بزاف. ارضاء الناس غايه لا تدرك، اصلا الناس هم ليسوا بغايه باش اننا نوضوا ندركوها. كل وحده فينا تحب نفسها وتشبعها بداكشي اللي هي كتبغي. الحياه واحده، فنعطيو ريوسنا اي حاجه بغيناها، ولكن بما شرعه مولانا. دمتم في رعايه الله وحفظه. ما تنساوش انكم تخلو تعليق الكوثر، وغادي نقول لكم سلام سلام.